بيعاني من مشكلة النفخة وعسر الهضم بعد الإفطار، فكرمال هيك لازم نتجنب شرب كميات كبيرة من السوائل على الإفطار ونقسمها من الإفطار للسهور. ثانيا لازم نخفف كمية الأكل وتكون طريقة الأكل بطيئة، لأنه الرسالة لتنبعت على الدماغ ولترجع على المعدة أنه أنا شبعت بدها 20 دقيقة. وأخيرا لازم نشرب كوب من منقوع الشومر أو النعناع بعد الإفطار بساعتين.